كسر الإسماعيلي حاجز النتائج السلبية التي تعرض لها طوال الفترة الماضية بعدما نجح في تحقيق الفوز على بتروجيت بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح في دور 32 من كأس مصر. فوز الإسماعيلي هو الأول له منذ 5 مباريات لم يعرف خلالها طعم الفوز، حيث كان التفوق على الجونة ب4 أهداف مقابل هدف في كأس رابطة الأندية المحترفة هو الأخير للدراويش. الفوز على بتروجيت أيضاً لم يكن الأول فقط بالنسبة للفريق الساحلي بعد سلسلة من النتائج السلبية، بل هو الأول أيضاً للمدير الفني الذي تولى المسؤولية خلفاً الأرجنتيني خوان براون بسبب سوء النتائج. ويعيش الإسماعيلي القطب الثالث للكرة المصرية وأول فائز منها بدوري أبطال إفريقيا فترة عصيبة في تاريخه الكروي، حيث يحتل الفريق المركز الأخير في جدول الترتيب برصيد 5 نقاط بعد مرور 12 جولة من المسابقة المحلية. السؤال الذي يطرح نفسه الآن، هل ينجح الدراويش في استغلال الفوز على بتروجيت لوضع حد لنتائج الفريق السلبية في الدوري وإنقاذ موقفه، أم سيواصل الدراويش رحلتهم نحو الهبوط إلى القسم الثاني؟